اليوم حابة أحكي عن شوية أخطاء بيرتكبوها بعض الصبايا ليخسروا من وزنهم. كثير من الصبايا هنا عم يعملوا ريجيم، من ضمن الشروط أو من ضمن الأشياء اللي بيعملوها أنهم بيتجنبوا تناول الألبان، بقصد أنه الألبان ممكن تسبب لهم زيادة وزن. طبعا هذا مفهوم خاطئ، الألبان سواء حليب، لبن، جبنة، لبنة مفيدة جدا للصبايا، أولا كمصدر للكالسيوم اللي هو جسمه بحاجة له لبناء العظام بشكل سليم، خصوصا على مراحل الحمل والإرضاع ومراحل عمرها كلها. ومثل ما بنعرف الكالسيوم مهم جدا لتنظيم عمل وظيفة الغدة الدرقية اللي هي مسؤولة بالجسم على تنظيم الاستقلاب بالجسم، اللي هو الاستقلاب اللي هو تحويل الطعام المخزن لطاقة. فإذا احنا توقفنا عن تناول الكالسيوم فهذا بيأثر على عمل وظيفة الغدة الدرقية وبيسبب بالعكس بيسبب فشل بخسارة الوزن بدل انه ننجح بخسارة الوزن. زائد الكالسيوم هو جزء من بعض الانزيمات المسؤولة عن تنشيط التخلص او تنشيط استقلاب الدهون بالجسم، فنحن لما بنحرم حالنا منه هذا بيسبب تخزين فائض من الدهون بجسمنا. اذا فخطأ شائع انه نتجنب الألبان والأجبان، لكن لازم نختار الألبان والأجبان قليلة الدسم لحتى نقلل عدد السعرات الحرارية اللي عم تدخل جسمنا. وأصلا نحن بعمر ما لنا بحاجة للدسم الكامل اللي موجود بالحليب واللبن، بس لازم ننتبه هون. بدي نبوه لشغلة، الصبايا اللي بيجيبوا حليب خالي الدسم لما بننزع الدسم من الحليب بيخسر محتوى من فيتامين دي واللي هو ضروري جدا نحصل عليه سواء من الطعام او سواء من المكملات الغذائيه. فاذا احنا بدنا نروح نشتري حليب خالي الدسم لازم نقرا يكون مكتوب عليه مدعم بفيتامين دي. في بعض صبايا ما بيشربوا حليب عادي، بيشربوا حليب الصويا. بدنا ننتبه انه حليب الصويا ما له غني بالكالسيوم، فكاسة حليب صويا فيها 26 ميلي جرام كالسيوم اللي هي قليل جدا. فاذا بدنا ناخذ الحليب الصويا كمصدر للكالسيوم كمان لما بدنا نشتري بدنا نقرا انه يكون مكتوب عليه مدعم بالكالسيوم. الخطأ الشائعة اللي بتعملها كثير من الصبايا اللي هي حذف الوجبات، يعني بفيقوا الصبح لا بيفطروا لا بيتغدوا، بيوصلوا للعشاء بياكلوا وجبه كبيره. شو تفسيرهم هنن؟ انه اولا لما ما بيفطروا ما بيتغدوا ما بيعودوا بيجوعوا طول النهار، اما لما بيفطروا بيصيروا تنفتح عبيتهم اكثر، بيصيروا بياكلوا اكثر بيسمنوا. وبتفسير ثاني عند بعض الصبايا انه لما بياكلوا وجبه واحده بالنهار عدد السعرات الحراريه عم تدخل جسمهم قليلة، فليش لين ما عم ينحفوا؟ هذا اللي بيستغربوه كل الصبايا اللي عم يتبعوا هالنوع من أنواع الريجيمات إنه بيعتمد على وجبة واحدة. طبعا أكيد لحنا لما بنعتمد على وجبة واحدة أكيد ما حننحف مثل ما بيفكروا كتير، لأنه أولا لما بنعتمد على وجبة واحدة فقل كتير عدد السعرات الحرارية اللي عم تدخل لجسمنا وبالتالي بطئ الاستقلاب بجسمنا، فهون الجسم بده يدافع عن حاله كأنه نحن عم نحط جسمنا بمرحلة مجاعة، فكل شيء عم يفوت لجسمنا حيخزنه، فكل شيء عم نفوته بهالوجبة واحدة اللي عم ناخدها غالبا بالليل عم يتخزن. ومثل ما بنعرف بالليل نحن الاستقلاب بيبطأ، حرق الدهون وتحويلها لطاقة بيبطأ، فبالتالي كل شيء عم يفوت حيتخزن لحتى نوصل بعدين لمرحلة ناكل وجبة واحدة بالنهار. يعني من الصبح للمساء أكيد بنمرق سناكات عشوائية وبناكل بسكويت وتشيبس وشوكولا، كلها هي فيها كالوريز. فبتجي لعندي بتقلي والله ما عم بنحف ما بعرف ليش، مع اني عم باكل وجبة واحدة بالنهار وعم جوع حالي، بلا أكيد لأنه عم تعملي شيء خطأ. لحنا لازم ناخد فطور غدا عشاء ويكونوا متوازين ومدروسين. هلا بتمنى انه الصبايا اللي عم يسمعونا يطبقوا شوي هالارشادات، لانه مجرد ما نطبق عادات غذائيه سليمه عدد معين من الكيلوغرامات الزايده من جسمنا مباشره حنتخلص منها لما منعيش نمط حياه صحي.